بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة راح نتكلم تحت العنوان Importing Engage Interactions. من يمكن السلسلة اللي فاتت ديت كنا بنتكلم فيها عن Importing، ابتديناها ب Importing من الباوربوينت، بعدين Importing من الكويز ميكر، بعدين Importing من ستوري لاين بروجكت، بعدين بالاخير هنتكلم عن انجيج. انجيج ده واحد من ضمن البرامج الجميله جدا في ارتيكوليت، بيديني سنس، بيديني مجموعه من الانتراكشنز اللي هي اوريدي مبنيه في مكتبته. سي لو انا قلت له انه يا جماعه بتلاقي مجموعه من الانتراكشنز الكتيره، زي مثلا اتشات بسيط، زي مثلا في ميديا بانل، عندي مجموعه من الانتراكشنز. انت ممكن تختار التمبلت بتاعك وهو بيوفر لك حركات انتقاليه، وبيوفر لك انت تضيف ميديا وشويه كنترولز عليها. ده هي يا جماعه الخلاصه بتاعت انتراكشن، اسف، ادوبي ان ارتكوليت انجيج. فاحنا كنا عملنا بنفس الفكره، يعني هنروح على قائمه فايل ونروح نعمله امبورت ونعمل انجيج ونحدد ملف الانجيج اللي احنا عايزين نعمله امبورتيشن. انا محدده اوريدي وبنيته بشكل مباشر، فلو قلت والله بريفيو وعملت له انا اوريدي اساسا بريفيو عشان ما اضيعش في وقت حضراتكم. الشات هنشوف البريفيو بتاعه، هو زيه يا جماعه زي الفكره اللي انا رحت اخر نقطه. مثلا في البانل ديت بالنسبه للاسئله، الميديا بانل هو بيقول لي engage interaction during preview، مش راضي يعمل له بريفيو. ماشي، هو عشان انا بعمل بريفيو يعني. طيب انا عملت دبل كليك ورحت لطور الاوبشنز ورحت اعمل بريفيو من عنده هو. طيب اوكي، كأني بريفيو يعني انا لازم اعمل لها ببلش. مفيش مشاكل. ده الجانب الخاص بالانتراكشن في انجيج يا جماعه. يا شباب بصوا، هي القصه بمنتهى السهوله، التمبلت ديت كلها عباره عن فلاش. الفلاش ده عم الكل في القصص ديت، هما بيحاولوا يوفروا لي البريسيتس الجاهزه. الفلاش يا جماعه كانك انت معاك ورقه بيضاء، ورقه بيضاء بتكتب فيها اللي انت عايزه في الوقت اللي انت عايزه في الزمن اللي انت عايزه، بتتحكم بظهور العناصر اللي انت عايزها. بتاكشن لما تصمم برمجيه تعليميه بشكل كامل، الورقه البيضاء تتعبك لان انت عايز تكتب كل حاجه من اول وجديد. عشان كده بنبتدي احنا نشتغل على ايه، على برامج ممكن تساعدنا فيها شويه بريسيتس، فيها شويه مكتبات كاركترز، فيها كده يعني. ده هي الجانب، عشان كده هم طلعوا لي ارتكوليت انجيج عشان يعمل لي انتراكشنز معروفه زي الشات، زي الميديا، زي مش عارف اشكال بتتحرك بشكل معين كده. يطلعوا لي ارتكوليت كويز ميكر عشان يعمل لي كويز، يطلعوا لي ارتكوليت ستوري لاين عشان يعمل لي الاستوديو ده. ده يا جماعه الجانب اللي هو كان خاص بارتكوليت انجيج والانجيج انتراكشنز. ان شاء الله باذن الله انجيج هيكون لينا بقى، ربنا ييسر، ربنا يمنع الموانع ان شاء الله باذن الله، ونحاول نتكلم عن ادوبي انجيج ان ربنا كتب لينا العمر وكان في أو الوقت يعني إن شاء الله بإذن الله يسمح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.